السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، إخواني الأكارم، أحببت أن أتحدث في هذه العجالة عن مسألتين تتعلق بتحية المسجد. المسألة الأولى، هل يجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ ثانياً، كذلك هل يجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد قبل المغرب؟ أما المسألة الأولى يا إخواني، فصلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب الخطبة على المنبر، صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة من السنن التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هو الذي أمر المصلين يوم الجمعة إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب، وهذا جاء صريحا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فجلس، يعني سليك جلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، النبي على المنبر يخطب، فقال لسليك: يا سليك، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الرجل والذي يسمى سليك، لما دخل جلس ولم يصلي تحية المسجد، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر فقال: يا سليك، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خفف هاتين الركعتين. ثم عقب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني فليخفف فيهما. إذن هذا دليل صريح على أنه يستحب صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، ويكره للمصلي إذا دخل أن يجلس دون أن يصلي تحية المسجد، يكره له ذلك. أما انتبهوا يا إخواني، أما حديث ابن عمر مرفوعا: إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، يا إخواني، هذا حديث ضعيف فلا يستدل به. ولهذا رسالتي إلى إخواني الأئمة ألا ينهوا الناس عن صلاة تحية المسجد، لأنه بعض المصلين يدخل والإمام على المنبر فيصلي ركعتين، فتجد أن بعض الأئمة هداهم الله عز وجل يأمره أن يجلس ولا يصلي صلاة تحية المسجد. أقول لك أخي الإمام، هذا قولك هذا وفعلك هذا مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي رأى رجلا جلس قال له: قم فصلي، وأنت رأيت رجلا يصلي تقول له: اجلس فلا تصلي. هذه مخالفة صريحة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لإخواني الأئمة أن يفعلوا ذلك وأن يخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة يا إخواني أثناء خطبة الجمعة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تخفف هاتين الركعتين، يعني تصلي صلاة تحية المسجد صلاة خفيفة، ولكن لا تخل ولا تسرع، فتخل في أركان والطمأنينة وما إلى ذلك، تصليها خفيفة حتى يتسنى لك التفرغ للاستماع إلى خطبة الجمعة. كذلك يا إخواني، أحببت أن أنبه على شيء. بعض إخواني المصلين يوم الجمعة عندما يدخلون إلى المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي يصعد به الإمام إلى المنبر ليخطب، اسمع جيدا، إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هنا ماذا تفعل في هذه الحالة؟ صلي مباشرة تحية المسجد حتى ولو كان المؤذن يؤذن. لماذا؟ لأنه يا إخواني،
هؤلاء الذين يقفون يرددون خلف المؤذن هذا الفعل سنة، هذا الفعل سنة، ولكن يأتي بعد ذلك الاستماع إلى خطبة الجمعة، والاستماع إلى خطبة الجمعة واجب. معناه في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تصلي مباشرة، تترك هذه السنة. لماذا؟ حتى تتفرغ للواجب اللي هو سماع الخطبة. فهمنا يا إخواني؟ إذا نقدم الواجب عن السنة. لو كان في أوقات أخرى غير الجمعة، نعم، إذا دخلت المسجد مثلا في وقت الظهر أو العصر أو في أوقات أخرى المغرب العشاء، تردد مع المؤذن، ثم بعد ذلك عندما ينتهي المؤذن تصلي تحية المسجد. ولكن في هذه الحالة حالة خاصة، معناه إذا وقفت تردد خلف المؤذن عندما ينتهي المؤذن بعد ذلك تصلي تحية المسجد، معناه يضيع منك أنك تستمع إلى خطبة الجمعة. لا، إنما تصلي تحية المسجد حتى ولو كان المؤذن يؤذن، حتى يتسنى لك أن تستمع لخطبة الجمعة. هذه هي المسألة الأولى يا إخواني. أما المسألة الثانية تتعلق بصلاة تحية المسجد في وقت الكراهة، في وقت النهي. ومعلوم أن أوقات النهي ثلاث: أوقات النهي التي تكره فيها النوافل ولا تشرع فيها صلاة النوافل، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت الأول. الوقت الثاني بعد طلوع الفجر إلى شروق الشمس. الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الظهر بحوالي 10 إلى 15 دقيقة، هذا وقت النهي. بالنسبة يا إخواني لصلاة تحية المسجد بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه صراحة مسألة خلافية، والخلاف فيها قديم ومعروف. الخلاف بين الفقهاء في هذا الأمر معروف وقديم. فالذي ندين الله عز وجل به أنه يشرع للمصلي، يشرع للمصلي إذا دخل المسجد في أوقات الكراهة، يشرع له أن يصلي تحية المسجد، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك على وجه العموم، ولم يخصص وقت على وقت. ففي أي وقت دخلت إلى بيت من بيوت الله عز وجل، يشرع لك قبل أن تجلس تصلي ركعتين التي هي تحية المسجد، حتى ولو كان في وقت الكراهة بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت لا تشرع وتكره، وجاء النهي عن صلاة النوافل، وإنما تحية المسجد لا تدخل في هذا النهي. لماذا؟ لأنها من ذوات الأسباب، لها سبب من ذوات الأسباب. فهمنا يا إخواني؟ وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. إذن أعيد فأقول: النوافل المطلقة لا تشرع، ينهى أن تصلي أي نافلة في أوقات الكراهة، في أوقات النهي، ومنه بعد العصر إلى غروب الشمس. ولكن هناك نوافل تسمى ذوات الأسباب، هذه يجوز ويشرع لك أن تصليها لأن لها سبب، مثل تحية المسجد وركعتي الطواف. بعد الطواف يشرع لك أن تصلي ركعتين إذا طفت بعد العصر، كذلك ركعتي الوضوء إذا توضأت وأحببت أن تصلي ركعتين وكان في وقت الكراهة والنهي، يجوز لك ذلك. صلاة الكسوف لها سبب تشرع، فيجوز أن تصلى في وقت النهي اللي هو بعد العصر إلى غروب الشمس. ومنها تحية المسجد، ومنها صلاة الاستخارة إذا ضاق وقتها. صلاة الاستخارة أحيانا إذا كان عندك متسع، مثلا قضية زواج أو قضية عندك متسع، فهنا نقول لك لا يشرع لك أن تصليها، إنما انتظر حتى يؤذن المغرب فتصليها. أما إذا ضاق الوقت تريد أن تسافر بعد ساعة أو نصف ساعة، فأردت أن تصلي صلاة الاستخارة، يعني ما عندك وقت حتى المغرب، تنتظر أن يؤذن المغرب، ففي هذه الحالة إذا ضاق الوقت وما عندك وقت فيجوز أن تصلي صلاة الاستخارة حتى ولو كان في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب، الآن أصبحت من ذوات الأسباب. إذن يا إخواني أعيد فأقول: صلاة ذوات الأسباب من النوافل تجوز وتشرع حتى ولو كان في أوقات النهي. أما النافلة المطلقة، النوافل المطلقة، فلا تشرع ولا تجوز ولا تصلى في أوقات النهي الثلاث التي ذكرتها. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.